السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآنية الثالث رح نبلش بالدرس الأول في وحدة المجسمات، درس المجسمات 1. الآن أسمي كل من المجسمات الآتية. الشكل الأول يا تالي يا ثالث شكل كروي، أما الشكل الثاني هو أسطوانة، أسطواني، والشكل الثالث يا أبطال يسمى المخروط. الآن انظروا إلى المجسمات الأدناه ومقابلها شكل الوجه المضلل. نيجي يا ثالث لشكل وجه المخروط، انظروا إلى الأسفل، هنا شكله دائري، وجهه دائري. أما الأسطوانة أيضا وجهها يا ثالث لها وجهان هنا وهنا، أيضا شكلهم دائرة. الآن أملأ الجدول الآتي لكل من المجسمات الآتية. نبدأ يا ثالث بشكل اسم المجسم الأول، أحسنتم، اسمه مخروط. عدد الرؤوس، كم رأس له يا ثالث؟ أبدعتم، 1. هيا يا ثالث طلعوا من الرؤوس، هيا الرأس، هذا هو الرأس. عدد الأحرف يا ثالث، هل يوجد له أحرف؟ أبدعتم، لا يوجد، 0. عدد الأوجه، طلعوا يا ثالث الوجه هون تحت، ممتاز، 1. شكل الوجه، أحسنتم، دائرة. الآن الشكل الثاني، ممتاز، أسطوانة. عدد الرؤوس، هل يوجد له رؤوس؟ أحسنتم، 0. عدد الأحرف، ممتاز، لا يوجد له أحرف. عدد الأوجه، ممتاز، 2. شكل الوجه يا ثالث إله، هي عنا وجه وهي وجه، ممتاز، كمان دائرة. اسم المجسم الأخير كروي، أحسنتم. عدد الرؤوس، أحسنتم، 0. عدد الأحرف، كمان ما في عنا لا أحرف ولا رؤوس. عدد الأوجه، كمان الكروي ما إله شكل الوجه. شكل الوجه يا ثالث ما في، لا يوجد، لأنه ما إله أصلا، كله بيجي على شكل كرة. الآن اسم المجسم فيما يأتي، مجسم له وجهان دائريان، أحسنتم، هو الأسطواني. مجسم له وجه دائري واحد ورأس واحد، يا عيني عليكم المخروطي. مجسم ليس له أوجه ولا رؤوس ولا أحرف، يا عيني عليكم الكروي. ننتقل الآن يا الثالث إلى تدريبات الدرس.
الآن انظروا إلى المجسمات الآتية وأحوط شكل الوجه السفلي لكل منهما. انظر يا ثالث إلى شكل المخروط. ما شكل الوجه يا مس؟ أحسنتم، دائرة، نحط عليه دائرة. والأسطوانة أيضا دائري، أبدعتم. السؤال الثاني، أضع إشارة خطأ X على شكل المجسم الذي لا يتدحرج من الأشكال الآتية. مس، العلبة هنا هل تتدحرج؟ أحسنتم، لا. أما الأسطوانة، نعم. والبطارية على شكل الأسطوانة، نعم. والكرة أيضا تتدحرج، والكرة هنا تتدحرج، أما المخروط لا يتدحرج. وأحسنتم، هيك يا ثالث بنكون خلصنا الدرس، وإن شاء الله الحصة الجاي نبلش في المجسمات 2. يعطيكم العافية.